لن أيأس أبدا. أقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017، وذلك عقب استماع المجلس إلى رد وزير المالية على كلمات النواب التي ألقيت على مدى 5 أيام. وصوت أعضاء المجلس: والله بتبكي الموازنة، عن جد ببكي اللي صار. لا مش هذا، مش هذا الصوت اللي أنا سامعه. هو والله بعرف ان الموازنة بتبكي، بس مش هيك مش هيك. شو مالك؟ بدي اقعد. بدك اقعدين؟ بدي اقعد. اعمل لي كات، خلينا نقعدها. اعمل لي كات. لا 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 لا، انا عارف انه الموضوع ببكي وبيخلي الواحد يعيط، بس يعني شو انت غرقتي مش قادري مش قادري استاذ محمد، مش قادري ابدا. طيب بعرف انه رفع الاسعار كل شيء ارتفع. انت شو بهمك من رفع الاسعار؟ شو انا مش عارفين شو رفعوا. صحيح بيحكوا مواد اساسيه. رفعوا ما رفعوش مواد اساسيه. طب شو هن؟ يعني ان شاء الله ما يرفعوا الخبز مثلا. لا شو لعاد مختلف المواد بالنسبه الي انا، الماده الاساسيه الميك اب. والله صح، ميك اب يعني. صح، لانه الميك اب بحليكي ما شاء الله. لا انا بحلي الميك اب. يعني اسف طبعا، انت بتحلي الميك اب. يعني انا دموعي شوف الميك اب راح، ظل دموعي تنزل كل ميك اب راح. ان شاء الله. انت هسه بتعرف شو بيسموني استاذ ابو عاد؟ شو بيسموك؟ لا والله حاب اعرف. انا بيسموني الدمعه السخيه. شو يعني كريمه بتتبرعي بمصاري؟ لا. ولا ايش لعاد؟ يعني دمعتي بتنزل بسرعه استاذ ابو عاد. عشان هيك بيسموني. بروح الميك اب تبعي بسرعه. والله لا ما شاء الله، وبحتاج انه اعمل كمان ميك اب. انا بحكي لك هاي يا رب تسامحني. يا الله بتجنني انت ما شاء الله عنك. بتجنن انت اللي بتجنن، انت لعيونك علوه. لا انا بس انت عشان القمر. انا بس بدي اهدي قول. شعراتك طيب الحلوين هذول؟ شو شعراتي؟ شعراتي ايش كمان راحوا؟ شو شعراتك راحوا؟ كلنا اكستنشن، كله اكستنشن. اكستنشن بدك تحس؟ لا 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 متوضي. لا 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 الله يرضى عليكي. لا لا يعني شو اللي احس؟ انا والله فكره طبيعي كل شيء. من وين اروح انا بحالي؟ والله ما انا عارف. وين اروح بحالي؟ طب انت خلص ما تعيطي. كل شيء ارتفع وكل شيء راح، بس مش هذا السبب اللي انا بعيطه. عشان ولا عاد السبب بتعيطي؟ عشان انت صار لك ساعه بتعيطي واكستنشن، وشكلك زي عرنوس الذره تماما وقاعده شو بتعيطي؟ شو في؟ انت خطبت؟ الله يخرب بيتك وبيت بيتك. انا وين اروح؟ بلا موازنه بلا بطيخ. شو بدي من موازنه وانت خاطب؟ ان شاء الله نروح كلياتنا. بدي وين تروحوا يا بنت؟ يا حبيبتي يا حبيبتي الله يرضى عليك. شو انا شو كنت بالنسبه لك؟ شو كنت بالنسبه لك؟ انت كابوس، انت كابوس. ميك اب بحط لك اعمر وبلبس لك. لا تحطي لي ولا تجي لك على كيف. خطبت وين اروح بحالي؟ وين اروح بحالي؟ يعني خطبت احسن ما اخبط، انت فاهمه؟ ميك اب غالي معاذ خطر. عاي غاي والله شو خلص 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 خلص. لا حبيبتي خلص الدمع السخيف بتحزن. لا كل شيء ولا تحزني، كل شيء ولا تحزني. خلص الحمد لله خلصنا منك. خلص دق لك انت شواب. طيب خلينا نحكي شوي. تم إقرار الموازنة لعام 2017 بعد ما انوصفت إنها مشوهة وانكماشية ومشابهة لموازنات السنوات السابقة، وتم إقرار الموازنة هذا بعد 7-8 جلسات في مجلس النواب، وبعد ما حكى 103 نواب. بس المرة هاي إحنا كنا أذكياء وما حضرنا ولا كلمة ولا نائب، عشان اللي صار فينا في السنوات السابقة لما كنا نحضر لهم معروف، بيطلعوا بيعصبوا وبيصيروا يحكوا حكي شعبوي وحكي عاطفي، وبتصير كم طوشة من هون وكم طوشة من هون، وآخر إشي الموازنة بتمشي. فإحنا حابين نحكي كلمة واحدة: خلص شبعتونا حكي. إحنا شبعنا حكي.
اهلا وسهلا، تفضلوا مالكم. يسلم يسلم سعادتك، اهل عزومه، الله يسعدك والله. لا يا زلمه ما فيش واجب، نورت المجلس على راسك والله، ما بتقصر والله. تفضل تفضل ها تفضل، هذا منصب حكيم الاخر ما شاء الله، حكي بلدي بيعجبكم ان شاء الله يعني. تفضلوا هاي الخطابات كلها نقاش، شرب شرب خطابات للموازنه والثقه. تفضل تفضل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، بحب الاهلا. اذا مالكم استحيل تفضل تفضل. قلت لي ضريبة الله، يلا تفضل تفضل، هاي ضريبة لعيونك. كف كف يا زلمة، كف يا زلمة، هاي موازنة. تفضل اطلع جرافتك سيادتك. اها تفضل والله، يا الله يا الله يا ما شاء الله. شو هالضريبة بلدي هاي؟ اه بلدي بلدي يا زلمة، والله الحكي ما شاء الله عليك. على راسك قلت لك ضريبة والله يخليك تسعدك. انا بصيت لك له يا زلمة. هسا احنا بكل سنة كنا نشوف كيف اقرار الموازنة يصير على السريع. موافقة موافقة موافقة. الضرائب على الدخل والأخبار رقم 1 880 مليون. موافقة موافقة موافقة. الضرائب على الملكية 140 مليون برفع الأيدي. موافقة. صبوها بالمليون سيدي، بالمليون سيدي، بالمليون. هسا صحيح مشيت الموازنة، بس أكيد غير عن السنوات اللي قبل، عشان سلافة ال 450 مليون لويننا نجيبهم هدول، وغير إنه المجلس الجديد غير، هذا المجلس غير، وهمه المواطن غير، إنه هاي الموازنة رح تحمل المواطنين أعباء كبيرة. فالمعطيات كانت تحكي إنه الموازنة يعني ممكن تمشي بس أصعب من قبل. يعني ماشي مشيت، عيني وراسي مشيت، بس أكيد غير عن السنوات اللي قبل. يعني مش موافقة موافقة موافقة. هل يوافق المجلس؟ تفضل. 141 إيراد الدخل 151 ألف دينار، هل يوافق المجلس؟ موافق. 142 إيرادات بيع السلع والخدمات 956 مليون و270 ألف دينار، هل يوافق المجلس؟ موافق. 143 الغرامات والجزاءات والمصادرات 57 مليون و331 ألف دينار، هل يوافق المجلس؟ طبعا طبعا موافقة. ليه بتكونش توافقوا؟ وافقوا خلاص موافقة. والله ما احنا عارفين مين اللي صح ومين غلط. انا بتطلع على يميني وعشمالي، ما حدا رافع ايده وبتقول موافقة. موافقة كيف موافقة؟ طيب ما في موافقة. سعادتك سعادتك ليش مستغرب؟ شكلك نائب جديد بالمجلس. احنا قدام، احنا متابعين قدام ومنعرف. هذا اسمه اسلوب الخبرة. الخبرة بتوصلهم لمرحلة انه العد السريع الموافقة هاي يعدوا كل اشي. الخبرة وصلتهم لمرحلة انه يوافقوا على الموازنة حتى قبل ما تنطرح. فيش داعي تنطرح، خلص خبرة، خلص موازنة موافق، خلص مشيها. انتم صوتتم على 450 مليون دينار. المجلس ومختلف التفاهمات النيابية والكتل قدمت اقتراحات كاملة لهذا البند. ما قمتم بالتصويت عليه استمرار لما تقدمت به الحكومة. مش هذول 450 مليون اللي انه لم نصل للآن الى آلية كيف هذه ال 450 مليون رح نحققها. لازلنا في طور النقاش داخل أروقة الحكومة. نعم. هسا عرفتم وين بدكم تجيبوهم، لأنه الموازنة تم إقرارها، يعني خلص عرفتم وين بدكم تجيبوهم. هسا خلص بينا السلع الأساسية لم يصب عليها رفع ضريبة نهائيا. الأدوية ومنتجات الأدوية ما عليها رفع، مستلزمات المدارس ما عليها رفع، أدوية أغذية الأطفال ما عليها رفع. لكن تجديد جواز السفر واضح انه الحكومه بدها ترفعه من 20 ل 40. البنزين كان 7 قروش نزل ل 5 قروش للتر. البنزين اوكتان 95. نعم. راح يصير عليه زياده. اما بالنسبه للغاز والكاز والسولر ما في زياده. اما بالنسبه للبنزين في زياده، وهذا بتطلب طبعا زياده الاجور النقل. يعني انا اتحدث عن فرض الضريبه دينار على الهواتف الخلويه، أتصور هو قرار يعني يستطيع أن يتخذه من اليوم ومن ثم يكون ساريا المفعول. أيضا هنالك سيارات للمغتربين ومن تزيد إقامته عن أكثر من 5 سنوات وهي تقدر بأكثر من 10,000 سيارة وبأحجام كبيرة جدا، يجب أن تجمرك هذه السيارات باستثناء الطلبة. زيادة دينار على المواطن الأردني ودينارين على المقيم داخل الأراضي الأردنية. ول 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 كل هاد كل هاد شو خليته؟ لا ولسه فيه بلس بلس بالبي الكهرباء. كان في قرار، كان في من ضمن الاتفاق رفع سعر الكهرباء عند 45 دولار للبترول. اي ان اليوم سعر البترول، سعر البترول اظن بلغوني الصبح 47 وشوي. اي انه كان واجب علينا
الشهر اللي فات في 23 الشهر اللي فات كان واجب علي أرفع الكهرباء. لو التزمت بال45 دولار حد الرفع. فاوضت الحكومة رفعنا حد الرفع ل55 دولار، أي أنه يجب أن يصل البترول إلى 55 دولار حتى أبدأ بتعويم سعر الكهرباء، أي أنه ما فيش رفع سعر الكهرباء. ها دولتك صار في رفعة، دولتك خلص، دولتك ها صارت في رفعة على الكهرباء لأنه صار البرميل ب56 دولار، يعني ها صارت في رفعة. وخلينا نحكي عن المواد الثانية اللي راح يصير عليها رفعات، اللي هي البنزين والخلويات والإنترنت وجوازات السفر. وحكوا إنه اللي ما راح يرفعوا عليه اللي هي السلع الأساسية، والسلع الأساسية هاي 91 سلعة إحنا ما بنعرف شو هي، بس صرحوا عن فيش رفعة على الدواء ومستلزمات المدرسية وألعاب الأطفال. وحكوا كمان إنه ما راح يصير زيادة على الكاز والغاز والسولر، لكننا نتفاجأ ب أما الكاز والسولر خلينا نكون بصراحة ممكن بعد انتهاء الشتوية بشهر 5 يرتفع الآن. يعني طلع فيه بشهر 5، يعني بشهر 5 السولر والكاز عادي ممكن يصير عليهم زيادة، إنه ما راح ينصابوا ولا راح يصير فيهم. لا 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 أحلى تحية لجميع المشاهدين وقناة رؤيا ونجم الأردن ومعتز البروز، أهلا وسهلا فيكم. بحب معتز البروز صديقي ورفيق دربي، أصابع البوبو يا خيار، أهلا وسهلا فيكم يا حبيبي. أنت مخربط شو البوبو؟ هاد بوبو، هاد أيوة شقلب أيوة لا لا حبيبي. والله برنامج تشويش واضح اسمه، والله سياسي ساخر. مول مخرج ان شاء الله، ان شاء الله بدنا نكمل الحلقه. يلا اسجل. لا لا يلا يا حبيبي، والله فاهمين غلط. احلى مخرج واحلى مصور. لا 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 ما انا قاعد، انا اللي قاعد، انتوا عم تسكفوا. طب يا حبيبي، كان الملقي جانا وخلص اللي معانا. الله الله، كان الملقي جانا، ارفع الطبقة شوي، خلص اللي معانا. خلص يا حبيبي، خلص. ومشيت الموازنة راح نوكل هوا. انا اللي اكلت هوا بالضبط. ايوه مخرج، شو مالكم ترقصوا قاعدين؟ لا راح نوكل هوا. حلو، يعطيك العافية حبيبي. زاد ضريبة وهيفلسنا، والبنزين زاد وانسى، انسى ربا زادت وانسى، انسى الخلاوي زاد وانسى. شو رايك تنسى يا حبيبي؟ كل شيء غالي يا بايا با، يلا معتز. مين معتز يا حبيبي؟ كل شيء غالي يا حبيبي، كل شيء غالي يا بايا با، كل شيء. يعطيك الف عافيه حبيبي. شو الضريبة وهيبه والكهرباء زادت وانسى، نسيت والله نسيت، زادت ضريبة هاي فلسنا. أيوة ما شاء الله، والكهرباء زادت وانسى، والله مخربط هذا، بنزين زادوا، بسم الله الحق عليك. انت 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 المخرج، انت والله العظيم الحلوي زاد، انسى انسى، خلص خلص يا حبيبي، خلص بك، بس 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 خلص. وقف شو اميني، شو اللي بتحكي فيه؟ شو استاذ، انت بدك تطلع لي بكل حلقه يا حبيبي؟ عندي برنامج انا يا استاذي يا اخي، هذا نجم الاردن. شو صح ولا لا يا اخي؟ والله انا مخربط يا عيش لها يا عمي. انا اعطوني التردد. مين اللي اعطاك التردد يا زلمه؟ مش هذا تردد قناه رؤيا 1 2 3 9 8 V؟ شو يعني في؟ انت بتعرف شو يعني في؟ شو في؟ فيرتيكال، فيرتيكال. ترميز 2750 ارجوك يعني. يا حبيبي الله يرضى عليك. أنا يا مشاهدي، قلت له عنا لسات على التردد 1 2. مظبوط يا مشاهدين. يا حبيبي انت الله يرضى عليك، انت بتروح على بيتك كيف على التردد؟ أنا انت معك تردد لبيتك؟ شو اللي جيت على التردد يا زلمه؟ انت انا موهبه. خلينا نذكركم بالشغلات اللي راح يصير عليها الرفعات، اللي هي الكهرباء والبنزين واشتراكات الخلوي والإنترنت وجوازات السفر
وبعض المواد الأساسية اللي كانت ضريبتها أقل من 16% عشان نجيب الـ 450 مليون. الـ 450 مليون هذول لازم نجيبهم عشان البرنامج الإصلاحي الاقتصادي اللي إجانا من صندوق النقد الدولي. يا ترى شو هو صندوق النقد الدولي؟ شوف، صندوق النقد الدولي هو بيقدم لك مقترحات، هو مثل الطبيب. امبارح يعني احنا جلسنا مع دولة الرئيس ويعني شرح لنا اياها بكل بساطة. بقول لك هو صندوق النقد الدولي هو مثل الطبيب، بتجي انت مريض بعطيك الوصفة اللي ممكن من شأنها انه تعالجك، انت حسب ما بتاخذ الدواء تبعك. يعني دولة هاني الملقي حكالكم انه صندوق النقد الدولي دكتور وطبيب؟ يا أخي هذا الحكي أنا سامعه قبل 3 سنين. صندوق النقد الدولي دكتور بيجي بيفحص وضعك المالي، بيفحص الوضع، فحص، بكتب لك روشيتا، بقول لك أنا وجدت هيك هيك هيك، الحرارة هيك، الضغط هيك، الكذا هيك، الكذا هيك، الكذا هيك، بنصحك تأخذ الإجراءات التالية، امتنع عن كذا، افعل كذا، قم بكذا، بالضبط كذا اللي بصور لك، وبيعطيك كروشيتا وبيحمل شنطته وبيضلوا طالع. أيوة، يعني دولة هاني الملقي ودولة عبدالله نسور عملتان لوجهة واحدة. يا دولة هاني الملقي، ما سألت دولة عبدالله نسور عن هذا الدكتور كيف بيعالج، كيف أموره، كيف شغله، لأنه ما زبطت معه قبل. واضح أنه هذا الدكتور فاشل. أنا بحكي خلينا نتعالج بالأعشاب والإبر الصينية، بقول لك الإبر الصينية والأعشاب هي اللي بتحل الأمور. هاي بدك الطب البديل، هذا هو الصح يعني. شو في دكتور؟ طب هذول اللي دقيتهم مش انا المريض، مش انا المريض، الاقتصاد فقرة تجارب. شو فقرة تجارب؟ شيء فارنا يا زلمه، مش اللي فقرة تجارب. دكتور هيك يعني ناخذ الضرائب. ايوه قضيه الضرائب. الكهرباء الخلوي. إذا مو براسي زي خريطة الاقتصاد، إذا مالك أنت دكتور؟ بيتو يا قام، إن شاء الله دكتور. شو اللي عملته فيه؟ شو تغليها في الماء البارد. في الماء البارد. في الماء البارد. وتشربها بعد الفطور. بعد الفطور. بصير شو كلها حاف هيك؟ لا. ما بصير. طيب. إنها سامة. شكرا دكتور، بس أنت بتجرب على واحد وهذه تضعها على على رأسك. شو أضعها على رأسي؟ شوفي يا اخوان، انت حطيت دبوس عن جد ترى. نعم. دكتور خلاص شكرا، انا عرفت الوصفه، شكرا خلاص. هاي اوديها للاقتصاد. نعم. وافهمهم. نعم. اللي انت عملته فيه. عليكم. وعليكم ملعن. السلام. ايش بتسوي عندك هذا؟ هلا دكتور. دكتور صيني. ابر صينيه. اذا مضل حدا يصدق كل الصيني كله كذب يا زلمه، مالك يا اخي؟ طب هالاقتصاد بالبلد شو بدنا نعمل فيه؟ احنا الطب العربي الاصيل، شو بدنا بالصيني؟ عندهم تنين يا زلمه، عندهم تنين، بفكروا بالتنين. طب شو العاد، شو بدك تعمل، شو بدك تسوي؟ احنا عربي اصيل سيدي، حجامه. ما في حجامه بجيب لك ايش؟ معك كبريت بس؟ لا معيش كبريت. يا حبيبي انتوا فاهمين الاقتصاد غلط. انا شو دخل الكهرباء؟ خلص ولا بتحس اي رفعه كهرباء؟ هاي خلص ابدا، خليها ثابته بس حط فيها تحت عود كبريت. طيب هاي عشان ناخذ هاي كاسه هاي لاي ضريبه ان شاء الله. خلص اي ضريبه دكتور. حجام ولا اي شيء، ولا تحس ولا اي ضريبه ان شاء الله. اذا بدك حاط ضريبه على فوخي اذا دكتور، شو بدك تشرب معها؟ دبس زنجبيل. ماشي دبس زنجبيل. خلص يا اخوان والله فاهمين غلط. حاسب شيء دكتور؟ شو صار بقضية الشهيد رائد زعيتر؟ قالت تقارير عبرية أن السلطات الإسرائيلية بدأت أعمال البناء لإنشاء منطقة تجارية حرة على الحدود مع الأردن، تستهدف تسهيل نقل السلع في كلا الاتجاهين وزيادة التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين. بس طبعاً شو اللي طبعا؟ خركة المسافرين. خم إشي الخركة. شو خركة المسافرين؟ الخركة مخمة هالأيام. هسا الواحد إذا ما بتخرق بيطلع له كرش. بيطلع له كرش؟ طبعا. وإنت مقبل على مالكش حكيت لك تفتحش. شو أنا حكيت؟ أنا حكيت مقبل على كرش كبير. مقبل على الخرك قاعد على الكرسي. مالكش دخل قاعد ولا واقف؟ قاعد. إنت بتحكي على الكرش؟ بتحكي على الكرش وعلى اللياقة. طبعا. إنت شو جاك هيك بلمعه أحمر وهذا؟ إنت ليش هيك منظرك؟ والله إيش كل بريك هذا؟ بريك. بريك. أنا جايب معاي جدول. حبيبي مين بده يفوت على الاستوديو مين ما يفوتش؟
وانا فايت طلعت لي وحده لابسه احمر وبتعيط عطست كل الميك اب اجى علي لميع لجع وجهك كل لميع هيك شوف اخضر احمر ازرق هيك ازرق اصفر كل لميع شو دخل عنك شو دخل شو شو بدك تحكي شو بدك بدك شو بدك بدنا نخنق الناس انه في منطقة حرة بدك تخني شو حكيت نخنق الناس تخنق الناس انه في منطقة حرة بيناتنا انت بتعرف حرة يعني شو حرة شو يعني يعني كيفي كيفي خره تتبقى مش والله ما انا طايق اسيبك تبرق انت وهذا هاي خره عشان نوفر 13,000 وظيفة للعمال من كلا الطرفين طبعا احنا بنعطيكم مي بنعطيكم غاز بنعطيكم خضروات وفواكه وايش باقي علينا نشغلكم هاي شغلناكم وأنا يعني عملنا كل شيء يعني وانا الحمد لله هسه احنا انا مرتاح 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 انا بدي اريحك اكثر بدي اريحك اكثر بالمقابل انا بدي اعطيك شلوط واكحشك برا قول لي ليش ليش اول شيء لاني بحب اكحشك برا ولازم تدخلش علي ثاني شيء ثاني شيء لانه صار نفي لهذا الخبر يعني ما في سوق خره طيب يا ابو خرة انت انت شكلك من هاي مش خرة هاي شو هاي يم السلف شو اوف يم السلف هاي مش موضوعنا بعدين بنحكي عنه طيب حبيبي انت شكلك من الناس اللي بتكره العنوان ما بتكره الخبر اوكي سخت لي خبر انه نفت السلطات الاردنية يعني عارف ليش دخل لي لعب طبعا خلينا اكمل شايف كيف بتقاطعني ما بديح مخليك تحكي اصلا اقرا اقرا اقراه كل الجهاي نفت انت. انه يكون في منطقة جديدة تجارية ولكن طيب. هي عبارة عن توسعة للمنطقة اللي موجودة شو توسعة شو هو مول يا طبعا من الوسع لانه الشغل زاد حبيبي الخرق زادت فمن نوسع فاحنا بنعتبرها جديدة انتم بتعتبروها تسوية ما توسعة فمش فرق الكلمات مو فرق ما فيش منطقة حرة وما فيش لا في منطقة حرة نفو ما فيش جديدة ما فيش جديدة في توسعة حبيبي وكيفك في خبر ما هو كيف تعلي صوتك ايش علي صوتي معليش صوتي انا حبيبي كيف تعلي صوتك لا خلص خلص اللي بده يتوظف يجي انا بسجل كمان يروح انا بدي اسجل هاي وبسجل وين 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 شو هذا جاييني وجهه ببرق وبخري وكيف وكيف روحي بلا منطقة حرة بلا حكي فاضي شو هذا شو مخرج اليوم انت بالمرة وين خبر يا كبير بدنا نعمل خبر يا كبير خلص ولا محذر ولا عامل اشي ولا اشي تحية والله ربحة لرائد المواهب الاول في الاردن معتز البروز حياة يا كبير يا كبير خلص هاي يا كبير لا انا عارف الطلبة شو طلب انت الطرب شكله ما بسمع بدي لك اغنيه هيك على ذوقك شيء بفرفش يا راغب لا 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 هو يعني الواحد لازم ينجد ويمشي يلا احلى مخرج احلى مصور انت بتعزف على هواك تحياتي لكل المشاهدين اللي اتفرجوا علينا خلف الشاشات سكر سكر والديون سادت علينا كل ما ترفع علينا ايدينا نشهد عليها عليها كل ما ترفع علينا ايدي بشهد عليها عليها كل ما ترفع علينا يا رمتل ايدي بشهد عليها عليها كل ما ترفع علينا ايدي بشهد عليها عليها زادت علينا ضريبة زادت علينا ارحم يا ملقي ملقي صرت انا مجنون يلا خلاص ارفع ارفع اللي بدك اياه فقط الشعب فقط ضيعنا